السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 4. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. Choose the correct answer. The simplest form of the ratio 15:18. عايزك تكتبها له فين؟ في simplest form. هنبدأ نعمل simplify للتو terms بتوع الريشيو اللي معانا، تمام؟ قدامي 15 و 18 بينهم common factor 3. 15 divided by 3 equals 5 و 18 divided by 3 equals 6. طلع قدامك 5 to 6، بينهم common factors تانية خلاص مفيش، يبقى هي دي simplest form بتاعتك 5 to 6. متفقين؟ بعد كده 4 over 7 of 21 equals ايه؟ تشوف كلمة of على طول اعمل multiply، يبقى أنا السؤال بتاعي 4 over 7 multiplied by 21، الكلام ده equals ايه؟ يلا ابدأ اعمل simplify في مكانها. عندي common factor 7، 7 divided by 7 equals 1، 21 divided by 7 equals 3، تمام؟ 4 multiplied by 3 equals 12. طبعا عندك denominator 1 مش محتاج تكتبه. بعد كده بيقول لك which of the following comparison is showing a ratio. انت عارف بقى احنا لما جينا نتعلم الريشيو قلنا ان انت لازم تبقى مفرق بين compare وبين ratio وتبقى عارف rate، لازم تبقى عارف الثلاث حاجات دول. طيب مين من اللي قدامك ده بيوري لك ratio؟ طب تعالى نبص كده. 6 children like swimming than volleyball. than دي لا ده compare مش ratio، مش مديني حاجة كده اقارن بيها واقول لا ده ratio، لا ده مديني مقارنة هنا. طيب 3 more children more، بص كده 3 more children like volleyball than swimming، ده مقارنة مش برضو ايه مش ratio. طيب fewer children like swimming than volleyball، fewer than ده مقارنة برضو مش ratio. طيب for every 6 children like volleyball 3 children like swimming. بص كده عندي first term هو 6 والsecond term بتاعي 3 6 2 3. ده الموضوع عندي هنا دخل في ايه؟ في ratio. ناس بقى بتحب volleyball وناس بتحب سويمينج، المهم ان هو عامل لك ريشيو فعلا. اوكي، يبقى بالنسبه للاختيارات اللي قدامي ديت الاختيار ده هو اللي يوريني ريشيو. اما بقى كلمه مور ذان ليس ذان جريتر ديفرنس، كل الكلمات دي بستخدمها وانا بقارن وانا بعمل كومبير مش وانا بكتب ريشيو. متفقين؟ طيب بعد كده كتب لك 3 over 5 divided by 3 والناحية التانية 1 over 5. تعال نحل السؤال هنا. 3 over 5 اهي نزلت والديفايد بقت multiply وال3 دي عندها denominator 1 وهشقلب هيبقى 1 over 3 والكلام ده equal. عندك 3 فوق اهي و3 تحت مشيوا مع بعض خلاص، متفضل قدامك 1 over 5. الناحية دي في 1 over 5 والناحية دي 1 over 5، يبقى الكلام ده equal، تمام؟ بعد كده 5.4 multiplied by 0.02، الكلام ده equals ايه؟ اقدر احلها في مكانها، كأنك مش شايف الديسمال بوينت بتاعتك فانت شغلته multiplied by النمبر اللي قدامك ده الاول. اوكي 2 by 4 equals 8 وبعدين 2 by 5 equals 10. حدد مكان الديسمال بوينت بقى، هنا موجودة after 2 digits وهنا موجودة after 1 digit، يبقى هعد 3 digits from the right to the left وانا ماشي كده، ادي 1 2 3 واحط الديسمال بوينت بتاعتي واحط 0، طلع قدامي 0.108 اهي، تمام؟ بعد كده بيقول لك from the opposite figure، من الشكل اللي قدامك AC 2 FC، الكلام ده equals ايه؟ انا عايزك تكتب لي الريشيو. طب تعالى نروح نبص على AC. AC الجزء ده خد بالك ان هو مقسم لك اللاين كله من جوه الايكوال لاينز، هو مقسمه لك
كل خطين بالمنظر ده معناه ان الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد ده قد ده، تمام؟ طب لما تيجي تتكلم على AC انت معاك كم جزء جوه؟ ادي 1 2 AC، يبقى انا معايا ايه؟ معاك جزئين يبقى 2. خد بالك ان AC ده الفيرست ترم بتاعك. 2 FC معاك كم جزء؟ من اول F لحد ما توصل ل C ادي 1 2 3، يبقى معايا 2 to 3. متفقين؟ يبقى دي الريشيو بتاعتك، هو مقسمها لك جوه الايكوال بورتس، عشان كده بمنتهى السهوله بتكتب الريشيو بتاعتك. وبكده خلصنا السؤال الاول بتاعنا. تعالوا نبدا نبص على السؤال التاني. هنا بيقول لك complete the following. طيب the first term، first term in the ratio 4 to 7 is a. طبعا ده الفيرست ترم بتاعك، والسيفن هنا السكند ترم. الفيرست ترم يبقى 4. 0.454 multiplied by 0.1. طيب كأنك مش شايف الديسمال بوينت وبتعمل 1 multiplied by 454، هينزل لي 454. حدد مكان الديسمال بوينت، موجودة هنا after 3 digits وهنا after 1 digit، يبقى المفروض ان انا هعد 4 digits from the right to the left وانا ماشي كده. ادي 1 2 3، ما عنديش الديجيت الرابع، حط 0 بعد كده انزل بالديسمال بوينت بتاعتك والزيرو، تمام؟ The number of 2 over 3 in 6 is a. معنى السؤال انه عايزك تعمل 6 divided by 2 over 3. لما تكتب لي 6 divided by 2 over 3 هنا بقول لك هو 6 جواها فيه كام 2 over 3. واخد بالك هو مش محدد لك طريقة، على طول حل بايه؟ بالطريقة المختصرة بتاعتك. ال 6 هي نزلت 6 والديفايد بقت ملتبلاي وهشقلب، فهيبقى معايا 3 over 2. اعمل simplify، عندي 6 وعندي 2 بينهم common factor 2. 2 divided by 2 equals 1 و 6 divided by 2 equals 3. 3 by 3 يبقى 9. يبقى انا عندي 9 2 over 3 in 6. تمام؟ مهم قوي تبقى فاهم الكلام ده، مهم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. طيب the simplest form of the ratio 12 to 20 is a. انا عايز simplest form بتاعتي، تمام؟ ال 12 وال 20 بينهم common factor 4. تعال نبدأ نعمل divided by 4 لل 2 terms اللي قدامك. 12 divided by 4 equals 3 وادي 2. 20 divided by 4 equals 5. 3 و 5 prime numbers، يعني كده كده مفيش بينهم common factor except 1، يبقى هي دي simplest form بتاعتك. متفقين؟ بعد كده 4.8 divided by 0.16. الكلام ده equals ايه؟ اول حاجة عينك هتيجي عليها الديفايزر. الديفايزر اللي قدامي ده decimal number، وانا ما ينفعش اشتغل مسألة divide والديفايزر بتاعي decimal number. هدفك عايز احرك الديسمال بوينت دي to the right 2 digits عشان تتشال. بص كده ادي 1 2، اتشالت زي ما حركت الديسمال بوينت بتاعتك to the right مع الديفايزر، هتروح تحركها to the right مع الديفيدند. طب يا ميس ادي 1 وما عنديش ديجيت تاني حركها عنده، حط 0 واكتب المسألة الجديدة بتاعتك. السؤال دلوقتي بقى 480 divided by 16. الكلام ده equals ايه؟ ومسألة divide عادية خالص، تعالى ناخدها برا نحلها. 480 divided by 16، تمام؟ هدفك الأساسي دلوقتي وانت بتعمل long division محدد خطوات الحل أو خطوات القسمة بتاعتك، اللي هي divide multiply minus bring down، خطوات ثابتة. ومحدد اتجاه الحل بتاعك يا ميس، مسائل الديفايد كلها بشتغلها from the left to the right وانا ماشي كده، وانا بكتب الكوشنت بتاعي بكتبه برضو from the left to the right، تمام؟ طيب تعالى بقى السكستين دي نبدأ نجهز لها شوية من التايم تيبل بتاعها هنا على جنب. 1 multiplied by 16 equals 16. 2 multiplied by 16 equals 32. 3 multiplied by
16 equals بص كده 3 by 6 18 8 and carry 1 up 3 by 1 3 plus 1 4 حد واخد باله من حاجة 48 اهي و 48 اهي تمام؟ يبقى معنى كده ان انا هقف اهو لان لما هتقول 4 divided by 16 مش هينفع فهتاخد 48 divided by 16 48 divided by 16 مديلك 3 وعلى فكرة انت حتى مش محتاج تكمل مسألة الديفايد بص كده متبقي قدامك 0 divided by 16 بزيرو يبقى انا عايز اروح اكتب له 30 في الكمبليت بتاعي من غير ما اكمل الخطوات خلاص وضحت اهية الحل بتاعها هروح اكتب له 30 يبقى الكلام ده equals 30 في الكمبليت وفي اللي تشوز مش بيحاسبك على خطوات الحل يعني انا بعيني كده اول ما وصلت ها ان ال 48 divided by 16 هيديني 3 بس السؤال بتاعي يعتبر خلص لان 0 divided by 16 بزيرو خلصت في مكانها اهي عايز بقى تكمل خطوات الحل بتاعتك مفيش اي مشاكل يعني تقول 3 multiplied by 48 هيدي لك 48 والدور على ماينس اهو ماينس 48 minus 48 الكلام ده بايه بزيرو bring down هتشد الزيرو و 0 divided by 16 هتكتب الزيرو وخلصت السؤال بتاعك متفقين؟ وبكده خلصنا السؤال التاني السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لكم if باسم has 50 pounds يبقى باسم معاه 50 pounds and هاني has 25 pounds وادي هاني معاه 25 pounds طيب find the ratio between what هاني has خد بالك كده اولا هاني هو الفيرست ترم بتاعك هاني معاه كام 25 انا كده كده بجيب ريشيو فكتبت له 2 اهو متفقين طيب يبقى between what هاني has خلاص عرفت ان هاني هو الفيرست ترم بتاعي and او second ترم بقى اللي هو ايه total sum of money in simplest form عايز بقى التوتال سم اجمع لي الفلوس دي والفلوس دي التوتال بتاعهم قد ايه طب 50 بلس 25 50 و 25 يبقى 75 انا كده كتبت الريشيو بس مش في السامبلست فورم وهو عايزها ان ذا سامبلست فورم خطوه كمان بقى 25 و75 الشاطر هيبقى واخد باله كده من البصه الاولانيه ان ال 25 وال75 بينهم كومن فاكتور 25 فهيروح على طول يعمل divided by 25 بالمنظر ده 25 divided by 25 الكلام ده equals 1 2 75 divided by 25 يعني 3 طب اللي ما اخدش باله او مش عارف ابدأ اعمل simplify على اكتر من خطوة يعني divided by 5 وكمان مرة divided by 5 المهم انك في الاخر هتوصل ان simplest form بتاعتك 1 2 3 متفقين؟ طيب بعد كده بيقولك if the price of 1 meter of cloth is 25.4 LE طيب find the price of 2.5 meters ركز بقى ركز بقى هو بيقولك ان ال price of 1 meter المتر الواحد من الكلوث تمام السعر بتاعه 25.4 وعايزك تجيب سعر بتاع 2.5 متر يبقى the price equal وهاخد بقى 25.4 اعمل لها multiply by 2.5 تعال نحلها بره نعمل الملتبلاي بتاعنا بره معايا 25.4 multiplied by 2.5 هنتعامل وكأننا مش شايفين الديسمال بوينت اللي قدامنا 5 by 4 20 0 and carry up 2 5 by 5 25 plus 2 by 27 7 and carry up 2 تمام 5 by 2 equals 10 plus 2 يبقى 12 اهو خلاص انزل بسرعة حط 0 في الوانز بليز بتاعك هنا متفقين؟ بعد كده اشطب على النمبرز اللي كنت بتعمل لها كاري اب يلا روح اشتغل بقى مع 2 2 باي 4 equals 8 2 باي 5 equals 10 0 and carry 1 e up 2 باي 2 equals 4 plus 1 5
يلا بلس 0 بلس 0 equals 0 7 بلس 8 15 5 and carry 1 up 1 بلس 2 3 3 بلس 0 يبقى 3 1 بلس 5 6 تمام؟ مخلصتش حدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك. هنا الديسمال بوينت موجودة after 1 digit وهنا الديسمال بوينت موجودة after 1 digit. هتنزل عند البرودكت بتاعك وتحطها 1 بلس 1 2 يبقى هتحط الديسمال بوينت بتاعتك after 2 digits from the right to the left وانت ماشي كده ادي 1 2 وتحط الديسمال بوينت بتاعتك. متفقين؟ يبقى 63.50 او 63.5 مش لازم اكتب الزيرو. equivalent decimal numbers equivalent decimal numbers. متفقين؟ تعال نكتب له يلا. يبقى الكلام ده equals 63.5. طبعا ايه؟ انا بجيب برايس. البرايس ده هيطلع بايه؟ بقل ايه؟ السعر هيطلع بالفلو بالجنيه صح ولا ايه؟ كده خلصنا الشيت بتاعنا. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.